أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على ملتقى النويدرات. هذا الصرح الذي أرجو أن يكون صرحا مباركا ورافدا إلى الثورة وأهدافها. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ليس في التهديدات الخليفية شيء جديد، وليس متوقع أن يصدر من الخليفيين خلاف ذلك، فالخليفيون طبعهم الغدر وديدنهم الكذب والقمع سجيتهم وتاريخهم، وقد عرفهم البحرانيون وخبروهم وبانت حقيقتهم واضحة جلية، خصوصا بعد أن تفجرت الثورة المباركة في 14 فبراير، وبعد الجرائم التي ارتكبها الخليفيون بدعم من الاحتلال السعودي وبتغطية ورعاية غربية وعالمية، لم يعد أي شيء في نظر البحرانيين غريبا على الخليفيين. فبالتالي الذي يهدم المساجد ويقتل الناس على الهوية ويستبيح الحرمات وينتهك الأعراض ويخون سيادة البلد ويسلم مفاتيح البلد إلى الاحتلال وإلى الاستعمار، لا يستغرب منه أي فعل دنيء قبيح أو عمل إرهابي. لكن التهديدات الخليفية إذا ما يعني نظرنا أو فكرنا فيها تحديدا في هذه الفترة، لماذا وما هي خلفياتها وإلى ماذا وإلى أي شيء تصبو وماذا تريد أن تحقق منها، وبغض النظر عن الأهداف التي يصبو لها الخليفيون في تهديداتهم الأخيرة، فإن ذلك لا يغير مجموعة من الحقائق الثابتة والواضحة والتي تتعزز مع تقادم الأيام. أولى هذه الحقائق أن كل الإرهاب وكل القمع وكل البطش وكل الطغيان وكل القتل وكل التعذيب وكل الأسر وكل الإجراءات القمعية الإرهابية التي يقوم بها الخليفيون لن تغير من عقيدة البحرانيين، ولن تجعلهم يعودوا إلى الوراء أو يرجعوا إلى بيوتهم، ولن تكسر إرادة الثورة، ولن تفت من عزم قادة ورموز الثورة في داخل المعتقلات، ولن تغير الوجه القبيح للدكتاتور حمد من وجه دموي إلى وجه مصلح وحاكم عادل، ولن تغير حقيقة أن الخليفيين خون إلى هذا الأرض، وأن البحرانيين قدموا دماءهم وقدموا الغالي والنفيس فداءً لهذا الوطن ولهذه التربة. والإجراءات الخليفية التي أتصور أنها تتماشى مع التوجه السعودي الأخير الذي يريد أن ينشر الخراب والدمار في المعمورة، وليست حرب اليمن ببعيدة عنا وما يجري في هذا البلد الطيب، كذلك الجرائم التي ارتكبها السعوديون في العوامية أو سفكهم لدماء آية الله الشهيد النمر أو اعتقالهم للعلماء كسماحة آية الله الشيخ الراضي، يعني هذه إجراءات تتوافق مع التوجه السعودي. لكن هذا التوجه السعودي أيضا إنما يعكس قرب الانهيار إلى هذه الأنظمة البالية التي لفظها العالم وبدأ يتحدث عنها بشكل واضح وجلي، ويعتبرها حاضنة ومنبع لتصدير الأفكار المتطرفة والإرهابية. الطغاة لا يصمدون ويستمر حكمهم بالقمع والطغيان والفساد، إنما القمع
والإرهاب هو السبب الأساسي المباشر لزوال الأنظمة وسقوطها. والأنظمة التي تزول وتسقط وتنحدر إلى الهاوية هي الأنظمة التي تبلغ ذروة الطغيان والفساد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. والخليفيون والسعوديون ليسوا بأفضل من هذه النماذج أو أقوى من هؤلاء أقوى من هؤلاء الطغاة، بل إن الخليفيين لا يملكون من أسباب القوة ما امتلكته تلك الحقب وتلك الأقوام التي ارتكبت الفساد والطغيان. فالخليفيين يحظون بالدعم الأجنبي ويراهنون على دعم الاحتلال السعودي، ويعولون في قمعهم وفي إرهابهم على المرتزقة. إنما نحن نعول على عدالة قضيتنا وعلى رعاية السماء لنا وعلى ثبات قادتنا وعلى صمود شبابنا وعلى حقنا الثابت الراسخ، حيث نحن أبناء الوطن وهؤلاء هم القادمين من خارجه والعابثين بمصيره. مهما تكون التهديدات، فلا نتصور أن الخليفيين بمقدورهم أن يفعلوا الكثير. وحتى إذا كانوا يرمون إلى فرض بعض التنازلات أو إحداث بعض الضغوطات أو الانتقام من الأصوات الحرة والأبية، فذلك لن يجني لهم إلا الخسارة والخيبة والخسران المبين. ومن المهم ربما أن يعني نلفت الانتباه إلى مجموعة من الأمور التي أتصور شخصيا أنها مهمة في مثل هذه الأجواء. أولها هو ضرورة أن نتمسك بالخطاب الملهم للجماهير، وأن لا نسمح للأصوات المثبطة والأصوات المرجفة أن تدخل بيننا. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الخطاب الملهم هو الخطاب الذي يحيي النفوس، وهو الخطاب الذي يغيظ الخليفيين، وهو الخطاب الذي يثبت الأقدام. أما الخطاب المرجف فهو الذي يزرع الفتنة ويقوي الظالم. فلا نسمح لأصحاب الخطابات المرجفة أن تتغلغل في صفوف الثوار وأن تتغلغل ما بيننا وأن تحاول النيل من عزيمتنا وكسر إرادتنا. فالخليفيون عجزوا بقمعهم وبآلاتهم وبالدعم الغربي لهم من كسر إرادتنا. فمن المهم أن لا نسمح للأصوات أن تتغلغل فيما بيننا وأن نجعل الصوت الواضح الذي يتقدم الصفوف والذي نتناوله في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر الإعلامية هو الصوت الملهم الذي يشحذ الهمم ويبين نقاط الضعف عند الطرف الخليفي ويقوي عود الثورة ويشد العزائم. الأمر الثاني أن الخليفيين صحيح أنهم يعملوا على إذكاء الفتنة الطائفية، وأنهم يحاولون أو يمارسون الاستهدافات والاعتداءات المتكررة إما على المقدسات أو على الرموز الدينية، ويحاولون تصوير المشهد في داخل البحرين على أن هناك فتنة طائفية. وفي الوقت الذي نحن متيقنون أن البحرانيين لن ينجروا إلى أي فتنة أو مذهبية أو تقاتل طائفي، لكن ذلك لا يعني أبدا تركنا إلى حقنا الثابت في الدفاع عن عرضنا وعن مقدساتنا وعن حرماتنا. فالحق كل الحق في الدفاع وفي المقاومة. الدفاع الذي هو منطق
عقلائي شرعي قانوني فطري، وهو السيرة وهو السيرة والخيار الذي انتهجته الشعوب المنتصرة التي استطاعت بسواعد أبنائها تحرير بلادها. الأمر الثالث أنه من المهم أن لا نعول كثيرا أو ننتظر التغييرات الإقليمية والمحيطة بنا. هناك من ينظر في كل التطورات أو الأحداث أو الإجراءات الخليفية ما هو الواقع في الإقليم وكيف هي الظروف العالمية وإلى أي مدى هذه الظروف وهذه التطورات تساعدنا في يعني في الثورة، أو هي ربما يعني تبرز الثورة على قوتها أو تجعلها ثورة منسية. التعويل والانشغال والتفكير كثيرا في العامل الخارجي تفكير وتعويل ليس في محله بأقل التعابير. الخارج هو عامل مساعد وليس عاملا أساسيا. الأساس هو الميدان، الأساس هو الناس، الأساس هو المواطنون. الخارج هي عوامل مساعدة وليست عوامل أساسية. وربما من المهم أن لا ننشغل كثيرا بالخارج وأن نركز الجهد والتفكير على الداخل. نحن لسنا الطرف الأضعف في هذا الصراع. صحيح أن الخليفيين يستطيعون اعتقال المواطنين ويستطيعون تعذيبهم، وهم مستمرون في المداهمات وفي الاعتقالات وفي فرض الأحكام وفي سحب الجنسيات وفي تطويق المناطق وفي فرض النقاط السيطرة، لكن هذا لا يعني أن الخليفيين يمسكون بكل الزمام وأنهم يسيطرون على كل المشهد وأنهم يضمنون المستقبل القادم. الخليفيون دفعوا الملايين، ودفعت السعودية المليارات لمكياجة وجهها القبيح، لكن العالم بدأ يصحو ويتهم السعوديين ويندد بجرائم الخليفيين، ولم يجنوا من هذه الأموال التي أنفقوها إلا الخيبة والخسران المبين. الخليفيون كذلك لا يحظون، ليست لديهم قوة حقيقية، وإنما يعتمدون على ما يحظون به من دعم. هذا الدعم دعم زائل، حلف غير مقدس، قوة ليست مستمرة، تحالف مصيره الانهيار. انظروا إلى اليمن كيف تفرقت الأحلاف، واضطر السعوديون صاغرين أن يستسلموا لإرادة الشعب اليمني الفقير المحاصر. كذلك الخليفيين لأنهم لا يحظون ولا لا يتمتعون بأي قوة حقيقية، فبالتالي كل رهانهم سيكون رهانا خاسرا. أما نحن فلأننا أصحاب قضية عادلة ولأننا أبناء هذا الأرض، فالقوة التي نمتلكها هي القوة الحقيقية، بينما القوة التي يمتلكها الخليفيون هي القوة الوهمية أو القوة الزائلة. أخيرا، من يتعب في هذا الطريق لا نلومه، لكننا لا نقبل من أي شخص ومن أي شخص مهما يكن أن يحاول إقناع أحد بتقديم التنازلات أو بالتراجع، أو أن يحاول أن يصور الخليفيين على أن بينهم أجنحة ممكن أن يتم التصالح معها أو يمكن أن يتغير الوضع معها. الخليفيون ظهروا على وجههم القبيح، وشارك أبناء الدكتاتور حمد في تعذيب الرموز، وشارك الخليفيون بكل رموزهم، وكل من موقعه في قمع هذه الثورة وفي استهداف أبناء هذا الوطن.
أخيرا مع شعبنا متيقنون بنصرنا الحاتم الحتمي، والخزي والذل والعار للخليفيين، والمجد والخلود للشهداء، وعلى موعد مع نصر قريب مؤزر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.